بس بس وربنا الفامل وربنا الفامل. امشي يلا انت اهو. بس مساء الخير. مساء النور يا فندم. اولا الحمد لله على سلامه سعادتك وسلامه الهانم. ثانيا انا محرج والله مش عارف اقول لسعادتك ايه، يعني بدون تكليف ممكن اشوف الرخصه او متهيئ للتوكيل ونروح القسم نعمل محضر، لان سعادتك دخلت في اللجنه وكنت هتموتنا كلنا. طب ممكن حضرتك يوم تاني، لان انا ربنا عيد ميلادي النهارده. يا دفعه تعالوا هنا. اسم سعادتك ايه؟ اسم رؤوف. عيد ميلادي يا ابني. سنه حلوه يا رؤوف، سنه حلوه يا رؤوف، سنه حلوه يا رؤوف. بجيبها من وقت. مصدقتي هتلعب شويه؟ لا انا عايزك تاخد بالك منه يا فكري بي. لا طمن يا رمان، انا قرص عليه جامد قوي. دي جدته قعدت كتمه على نفسه ومعيشاه في معتقل لمده 20 سنه. هو انا طلقتها من شويه، هو كمان اخذ مني وقت طويل لحد ما فك كده. ده أخد إقلام وشلاليت وبنيات، تعقد جيل كامل. الله يكون في عونه. ده وقت هديتي. ربنا يخليك يا رمان. هدية إيه بس؟ كفاية لعيد الميلاد الفظيع اللي حضرتك عملتهولي، كمان جايب لي هدية. ربنا ما يحرمني منك أهو. سلام يا سلام. إيه ده رمان؟ شهادة تقدير لحفيدي لبلوغه سن 40. ربنا يخليك يا امان. خد كمان. ايه ده بقى؟ انا كتبت لك نص الشقه باسمك. ربنا يخليك يا امان، ده كتير قوي يعني. دي حاجه حضرتك، وكفايه ان حضرتك ربتني. انا ان شاء الله يعني هدخل جمعيه هي 10 15 سنه واشتري شقه ان شاء الله. وبعدين ما تفتكرش ان حضرتك بتفرحني. ها انت عارف ان النص الشقه التاني باسم تيتا، انت كده بترميني في النار. وانت هتشوفها فين؟ ما هي عايشه في المانيا. انا عايز اتاكد ان نص الشقه بقى بتاعك رسمي علشان تتجوز فيها. على فكره البنت المناره دي زي القمر ومؤدبه، اوعى تضيعها من ايديك. ان شاء الله يا امان ان شاء الله يا امان. انا لما اتكلمت في موضوع الجواز بصراحه يعني كنت بتكلم من قلبي، بس فكرت لقيت يعني خليها بعدين. النبي خليها بعدين. ها بطل خوف بقى، مفيش بعدين. ربنا يخليك لي يا امان، ربنا يخليك. يعني لو كل الجدود والتتهات زي حضرتك والله كنا عشنا سعداء. هقول لك ايه؟